النهارده اليوم الاعلامي لمحو الاميه واللي اعلنته اليونسكو سنه 1966 وبيوافق يوم 8 سبتمبر من كل سنه. الهدف من اليوم ده انه يكون في جهود دوليه لمحو الاميه، عشان كده مصر عندها خطه انها تكون خاليه من الاميه وفقا لاستراتيجيه 2030. وفي ضوء هذه الاستراتيجيه السنه دي هيتم تعليم مليون شخص امي في قرى حياه كريمه. اليوم يوافق اليوم العالمي لمحو الأمية الذي أعلنته اليونسكو عام 1966 بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية للأفراد والجماعات والمجتمعات، ولتأكيد الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماماً بمهارات القراءة والكتابة. وعلى المستوى المحلي، وضعت مصر ضمن استراتيجيتها مصر 2030 هدفاً محدداً، وهو مصر خالية من الأمية، ومن أجل ذلك تتضافر الجهود التي تستهدف تعليم مليون أمي بقرى حياة كريمة. وقد نجحت الجامعات المصرية في تقديم نماذج مضيئة وتجارب ثرية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021 لتنجح في تعليم 300 ألف مصري في 7 سنوات. وعالمياً يوجد ما لا يقل عن 773 مليون شخص من الشباب والكبار حول العالم غير ملمين بالمهارات الأساسية للقراءة والكتابة حتى يومنا هذا. واختارت اليونسكو شعار محو الأمية من أجل تعاف محوره الإنسان تضييق الفجوة الرقمية ليكون محور الاحتفال هذا العام، حيث يركز اليوم الدولي لمحو الأمية لعام 2021 على التفاعل بين محو الأمية والمهارات الرقمية التي يحتاجها الشباب والكبار غير الملمين بمهارات القراءة والكتابة. وسوف يستكشف اليوم الدولي هذا العام أيضاً الأمور التي تكفل إضفاء طابع شمولي وفعال على تعلم مهارات القراءة والكتابة باستخدام التكنولوجيا.